أصحابي أصحاب الكرة الأهلاوية، لكم مني أحلى تحية وأجمل تحية لكل أهلاوي والأهلاوية بيشاهد الفيديو وبيعملوا لي لايك للفيديوهات واشتراك في القناة. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على نبينا الكريم، أخوك أهلاوي اشترك معايا يا أهلاوي يا محترم. هنبدأ من حيث انتهينا امبارح، لأن أنا ما بنزلش إلا فيديو واحد في اليوم، بحاول ألم فيه أخبار اليوم والمساء اللي قبليه لأني ما بعملش فيديوهات بقيه اليوم. النادي الاهلي بعد ما كسب امبارح اولومينا السلفيني امبارح 3-1، كل جمهور الاهلي مش كلهم طبعا اللي نزل حب يتصور مع لعيبه النادي الاهلي في الاستاد، وانشر لكم الصور بتاعتها هنا هو عشان تشوفوا قد ايه جمال وروعه جمهور الاهلي اللي في كل بقعه من بقاع النادي الاهلي. الكره الارضيه، خلاص هنسمي الكره الارضيه كمان النادي الاهلي بما انها متغطيه بالنادي الاهلي. كابتن خالد بيبو طلع وصرح، قال ان معسكر النمسا نجح في تحقيق اهدافه، والجهاز الفني اطمأن على جاهزيه جميع اللاعبين وتاكد من حاله التركيز والالتزام طول المعسكر. الكابتن الخطيب طبعا كل ده انا بقول لكم واحنا لسه ما اتكلمناش على رجوع البعثه. الكابتن الخطيب يهدي درع وعلم الاهلي للسفير المصري بالنمسا. الكابتن الخطيب رئيس النادي حرص اليوم على زيارة مقر السفارة المصرية بالنمسا، ووجه الشكر للسفير المصري محمد الملا على المجهودات الكبيرة التي قام بها السفارة المصرية مع بعثة الأهلي منذ بدء الترتيبات لمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم الذي اختتم اليوم بالنمسا. وقام الكابتن الخطيب بإهداء درع وعلم النادي الأهلي للسفير. طبعا هحط لكم الصورة هنا. ودلوقتي انا جايب لكم وصول بعثه النادي الاهلي لمطار فيينا للاستعداد للقدوم الى مصر باذن الله. وطبعا الصور هوريها لكم لان انا بحب تملي اكون كل شيء مدعوم بالصور. ما اعملش فيديو كل ساعه، ما اعملش فيديو كل لحظه، لكن الفيديو اللي اعمله لك يكون دسم ويكون يليق بكل اهلاوي يحب يمتع عينه بخبر وصوره. نادي سيمبا كنا عارفين امبارح ان نادي سيمبا رصد 10,000 دولار لكل لاعب انكسب النادي الاهلي على ارضه. نادي سيمبا نادي غني، نادي سيمبا نادي مبسوط. كمان المتحدث الرسمي بتاعهم قال كلام جميل جدا يشبه كلام بيتسو موسيماني لما كان بيلعب مع سان داونز لما كان بيحب ينيم الاهلي، قال الاهلي نموذج لينا ونحتذي بيه وي وي وي، لكن هنبذل كل المجهود بتاعنا في الملعب. ديت التصريحات اللي جايه من سيمبا هناك، هم مقدرين الماتش ده جدا 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 وعاوزين يعملوا اي شيء يجرح بيه كبرياء النادي الاهلي. نيجي للعيبه بتاع النادي الاهلي. كريم فؤاد دول عشت اجواء الفوز بالبطولات خلال الموسم الماضي بروح المشجع. نفسي ارجع اشارك واعيش الاجواء والضغوط دي وانا لاعب. طبعا احساس يقتل واحساس ملوش مثيل لما تكون انت صانع الحدث وبعدين متفرج على الحدث وبتدعمه وعاوز تنزل مكانك تعمل اللي الواجب عليك ان انت تعمله. الاحساس ده يا جماعه لاي لعيب احساس يقتل، احساس المرض، والمرض في ان انت عاجز ان انت تعمل الشيء اللي انت وانت بصحتك كنت بتقدر تعمله. امام عاشور كتب بيقول اصعب اربع شهور بيقول اول ماتش ليا بعد 4 شهور اصابه، يمكن اصعب 4 شهور في حياتي. احب اشكر كل الناس اللي تعبت معايا ودعموني خلال فترة إصابتي، شكرا على جهودكم معايا. طبعا كالعادة هتلاقوا الصورة بتاعته. الكارثة اللي عملها بيرستاو، عمل ايه بيرستاو ده؟ سافر على جنوب افريقيا، طب ما عادي، ما كل الفرق وكل اللعيبة راحت على منتخبها. لا يا عم، ده عمل النيو لوك دوت وهو في جنوب افريقيا. تخيل، ده بيرستاو حاجة تانية خالص غير اللي جالنا وغير اللي متعودين علينا، حاجة كده زي ما انت شايف. نيجي لصلاح محسن. ما صلاح محسن بيقول لا يشغلني الحديث عن ضم مهاجم جديد، اسعى فقط لافاده الفريق واتمنى ان اظهر بمستوى قوي. كولر تحدث معي بشكل ايجابي للغايه، لقد تعاملت مع مدربين كثيرين لكنه مدرب مختلف ويتعامل بشكل رائع معي. شعرت بقرب عودتي للنادي الاهلي عندما وصلت لمستوى الجاهزيه الجيده بعد التدريب بمنتهى القوه، لكن احب اوضح لسيادتكم كلكم ان مارسيل كولر
صلاح محسن في حساباته بعد ماتش سيراميكا كليوباترا وبيراميدز اللي تألق فيه طبعا صلاح محسن واحرز في بيراميدز اهداف. طبعا محدش ينكر ولا مارسيل كولر ان بيراميدز فريق تقيل، واللي انا بتحصر فيه ان بعد ما كان الزمالك وصفنا اصبح نادي الاموال السايبه هو وصفنا. محمد الشناوي، محمد الشناوي بيقول لك بطوله الدوري الافريقي الجديده متشوقين للفوز باول نسخه منها. الاهلي يتميز عن جميع الفرق بالسعي للفوز باي مباراه واي لقب. طبعا هي دي شيم ودي اخلاق ودي كل شيء يحمله التيشيرت دوت من نجوم ومن عزه ترفع شان النادي الاهلي. نيجي لرابطه مشجعي الاهلي في السعوديه، نزلت البيان الاتي بتقول لك ننتقد نختلف وقد يصل الامر الى حد التوتر، لكن حينما يلعب هذا الفريق ستجد خلفه الاف المشجعين يطاردونه في الشوارع، يلاحقونه في الملاعب، ينتظرونه في كل مكان. 15 سبتمبر هو يوم الملتقى، سنتوافد من كل مكان، من الرياض، الدمام، جدة، القصيم، جميع مدن المملكة، كل هذا صوب الطائف حيث الوعود والأحاسيس يوم رؤيته. فالأهلي حياة، وحينما نراها كل يوم في حياتنا يتحول إلى عيد، لأنه السند والضمان الوحيد للبقاء على قيد الحياة. انتظروا تفاصيل الترحال من مدن الرياض، جدة، الدمام، القصيم. شيء جميل جدا، مش جديد على كل مشجعين وكل جمهور النادي الأهلي. نيجي النادي الأهلي ضرب هدف كبير جدا 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 على السوشيال ميديا وكل أندية السوشيال ميديا. النادي الأهلي على الفيسبوك الأكثر تفاعلا في أفريقيا خلال شهر أغسطس بفارق كبير عن أقرب ملاحقين. الأهلي ب7.2 مليون بوست أو تفاعل على الفيسبوك، يليه بعدين شوف الأهلي 7.27 مليون، بعدين الرجاء 4.97 من 100 وفوق من 100 معلش، وبعديه سيمبا 3.45 من 100، ويانج أفريكانز 2.75%، وأورلاندو بايرتس 2.69%. الفرق ما بيننا وما بين أقرب مالينا حوالي 3 مليون مساهمة للنادي الأهلي. نيجي لأخبار اتحاد جدة. اتحاد جدة احنا عارفين ان هو كان عاوز يجيب محمد صلاح، ولغاية دلوقتي مشكلة محمد صلاح قائمة، لكن هنيجي لأخبارها. لكن نادي الاتحاد جدة بيستغنى عن روما. رومارينو يرحل عن اتحاد جدة وينتقل لصفوف الشباب. طبعا الشباب كله كان عارف الفترة اللي فاتت كان عنده مشاكل في الهجوم. الاعلام السعودي بقى وليد فراج، الاعلام السعودي وليد فراج طلع امبارح بيقول لمشجع اهلاوي نتيجة الاهلي والهلال في كأس العالم للاندية لن تتكرر. وانه اقول لك انت جبت الضمانة دي منين؟ هل انت اطلعت على المستقبل؟ هل انت في الاساس كنت مخمن ان الاهلي يغلب الهلال 4 او حتى يهلب الهلال 1-0؟ طبعا ما كانش العشم ولا التوقع بتاعكم في الماتش اللي فات بتاع الهلال، وحصل والاهلي غلبكم 4-0. تاني حاجة، لما كان في واحد بيتكلم عن حكاية الدوري السعودي والدوري المصري، قلت ده القطبين بتوعه والكلاسيكو بتاع السعودية خلاص الدوري السعودي فين وفين. فواحد قال لك ده الاهلي تاريخ، قلت ما بنتكلمش عن التاريخ والدوري والتاريخ، قلت ما بنتكلمش على التاريخ، احنا بنتكلم عن الحاضر. فجايلنا الاستاذ وليد فراج دلوقتي من الحاضر يرجع بينا الى الماضي ويقول لك لا ده الهلال عقدة النادي الاهلي من زمان. طب وانت ليه ما اتكلمتش عن الدوري المصري وتاريخه برضه من زمان؟ هل الزمان بتحتاجه وقت ما تقول يا زمان، ولا ما تحتاجوش لما تقول بص على هذا الزمان؟ ارجو من الاستاذ وليد فراج يحدد منهج نعرف نكلمه منه. طبعا الشياط اللي حصل من مجرد ما اتعملت القرعه والضغط طبعا والهاله اللي معموله، لازم نعرف كويس قوي ان البطوله معموله في السعوديه،
وان الفلوس اللي بتتصرف في الدوري السعودي واتحاد جده والفرق الكبيره لازم يكون لها طائل. يعني ايه كلها طائل؟ يعني الاهلي لما لعب الهلال المره اللي فاتت وكان كسبه كان قيمه الهلال اعلى بكتير من قيمه الاهلي باللعيبه اللي كانت محترفه فيه. فما بالك دلوقتي انت جايب نجوم العالم بتلعب وبرضه نفسك تشوف مردود. يعني على سبيل المثال ماتش الزمالك والنصر، النصر ما كانش عارف يدخل جون في الزمالك للدقيقه 85 لما اوسيريو لعب في التشكيل. فتخيل ان انت بتلاعب مركز ثالث عندنا في الدوري وما كنتش عارف تكسبه بنجومك رونالدو غير رونالدو. فما تستهونش ان ممكن برضو الاهلي يحدث مفاجاه وانت عندك بنزينة او سولار او روما او ايا كانت، اذا كان كانتي وفابينيو كل شيء على الارض مع 11 لعيب بيبقى فيه شيء تاني خالص. ومن هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى لو الفيديو عجبك اخبط لايك واشترك معايا في القناة. يا اهلاوي يا محترم، سلام عليكم.